وفي على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، انطلق الشوط العشرون من أشواطنا الصباحية في انطلاقة ومنافسات سن الحقائق مع شعارات أبناء القبائل في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، حيث نتابع هذا الشوط الخاص بالبكار. الأربعة كيلو متر هي المسافة إلى خط النهاية، حضرت هذه الأسماء وحضرت هذه الشعارات في هذا المهرجان السنوي، مهرجان المؤسس على أرضية ميدان التحدي، حيث التحديات قائمة هنا منذ الصباح مع منافسات وتحديات هذه الأشواط. إلى مقدمة الشوط نسير مباشرة مع تقدم حكاية من خذت الصدارة بشعار علي بن محمد بن شابل المري، من يقدم لنا حكاية على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، مع أيضا تحديات الصدارة مدشنة لعالم الإذاعة، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع التقدم في هذه الأثناء مع ثاني المراكز من حصانة اللي خذت المركز الثاني، حمد بن طالب بن راشد بن مسعود من يقدم لنا حصانة في المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز لنجد ونتابع أيضا التقدم من الواعي، عبد الله بن محمد بن زيد بن نديل المري يقدم الواعي على المركز الثالث ورابع المراكز، وتابع التقدم من الأسماء الواصلة والمندفعة في هذا الشوط وفي هذه المنافسة حاضرة مع هذه الشعارات. الله الله الله، بدأت المنافسة مبكرا والتحديات حاضرة هنا مع هذه الشعارات. نتابع القدوم من سيوف حمد بن محمد بن ماجد البريص المري، بدأ يقدم لنا شعاره على المركز الرابع وخامس المراكز، وصلت وتقدمت في هذه اللحظات ناصي علي بن حمد بن طفل المري يقدم ناصي على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء المندفعة في هذا الشوط مع الفايف ستار التي تسير مع القمة، بينما عودتنا للصدارة إلى مقدمة الشوط مع حكاية من تحتل المركز الأول، من تتقدم على البداية الأولى بشعار علي بن محمد بن راشد بن شابل المري يقدم لنا حكاية مع هذا الاندفاع. المركز الثاني تتقدم أيضا الواعية عبد الله بن محمد بن زيد بن نديل المري، يأتي هنا مع المركز الثاني ليقدم لنا الواعية في هذا الانطلاق. المركز الثالث وصلت ناصية علي بن حمد بن طفل المري يقدم لنا ناصية مع المركز الثالث. المركز الرابع هذه الدكتورة تتقدم في هذه اللحظات، محمد بن علي الفهيد المري يقدم الدكتورة على هذا الاندفاع الجميل، ولكن من الجانب اليمين شعار بن جبران بدأ أيضا يحضر من خلال حضور الظبي جابر بن سالم بن جبران المري يقدم الظبي في هذا الاندفاع. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأت أيضا التحركات من الجميع في هذه الأثناء، ولكن العودة إلى المقدمة 1200 عن خط النهاية، نقترب من البوابة، من بوابة الانتصارات، وهذه حكاية على مقدمة هذا الشوط. الله 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 على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الشكل الرائع، ما شاء الله وتبارك الرحمن. علي بن محمد بن شابل المري يبحث عن ناموس هذا الشوط مع حكاية في هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع الجميل، بينما الواعية في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن انديله المري، وثالث المراكز الظبي مع بن جبران. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات متفردة لعبد الله بن محمد الحسن المري قادمة في أول ندى مع المركز الرابع بهذا الانطلاق. وصلت أيضا أسماء هناك قادمة في هذا الاندفاع الجميل، يا سلام يا سلام، ولكن العودة للصدارة المقدمة. الله، حكاية بطلة حتى هذه اللحظات مع بن شابل. شوف هذا العرض الجميل، تابع هذا الانطلاق وهذا الحضور. الله 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 الله، تحليق مميز على الصدارة مع بن شابل على مقدمة الشوط مع هذا الشكل مع هذا الاندفاع، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه حكاية تنطلق بالمركز الأول، علي بن محمد بن راشد بن شابل المري يقدم حكاية في هذا الشوط على المركز الأول بهذا العرض الفاخر على الصدارة على المقدمة بن جبران مع الظبي على المركز الثاني، ولكن الصدارة حكاية مع المقدمة منذ البداية حتى هذه اللحظات تتقدم هنا بهذا الاندفاع، ما شاء الله وتبارك الرحمن. نوعية فاخرة مع بن شابل مع حكاية، اللحظات الأخيرة والمثيرة. سلام يا حكاية سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. علي بن محمد بن شابل المري يطير بناموس هذا الشوط مع حكاية المركز الثاني.
من وصلت مع ثاني المراكز الظبي جابر بن سالم بن جبران المري وثالث المراكز. المركز الثالث كانت مشاهدي الاعزاء متفرده لعبد الله بن محمد الحسن المري. المركز الرابع وصلت الواعيه عبد الله بن محمد بن زيد بن نديل المري. وخامس المراكز المركز الخامس وصلت ذبيله لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، ولكن بن شابل وحكايه يصل هنا مع ناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع الجميل بهذا الحضور المميز. ما شاء الله، ملخص الإعادة لنتابع التوقيت الزمني مع حكاية مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. لحظة وصولها إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار مع شعار بن شابل في 6 دقائق 7 ثواني 17 جزءا من الثانية. تهانينا لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري على فوز حكاية بالمركز الأول. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام الظبي، وتوقيت الظبي 6 دقائق 8 ثواني 73 جزء من الثانية. تهاني لجابر بن سالم بن جبران المري. المركز الثالث مشاهدين الكرام من وصلت متفردة بتوقيت 6 دقائق 9 ثواني 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن علي الحسنة المري.